نحب نقدم لك أكلة شهية تعزمي ليها أكتر من مية والمقادير بميزان حساس والأكل خطير يلا خلاص خليكي مع المطبخ والناس. بسم الله الرحمن الرحيم ولقاء متجدد معكم دائما في قناة الناس برنامجكم اليومي المطبخ والناس مع الشيف محمد فوزي لمدة ساعة كاملة على مباشرة إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنقدم سمك وقار 111. هو اسمه كده اسمه وقار 111 خلقة ربنا لأن هنلاقي عليه علامة 111 هنشوف مع بعض. هنقدم النهاردة كريسبي مع صوص اسمه كولي كامبز والنهاردة هنقدم النهاردة إن شاء الله البقلاويز شوربة البقلاويز مع الجمبري هنقدمها مع بعض النهاردة إن شاء الله. وكمان هنقدم سلطة اسمها جيبسي. جيبسي هي سلطة عادية خضرة خالص بس نوع التقطيع فيها بيختلف شوية واسمها بالاسم ده. أول حاجة عندي لما أحب أتكلم على سمكة وقار 111 أول حاجة عندي هقول إيه؟ هقول إن السمكة ديت ربنا خلقها ليها ثلاث شرط زي ما أنتم شايفين كده شرطة 2 3 ثلاث شرطات دول معناهم 111 فعشان كده السمك ده بيعيش في البحر الأبيض المتوسط ما بيعيش في البحر الأحمر تاني هو بيعيش في البحر الأبيض المتوسط ما بيعيش في البحر الأحمر واسمه اسمه إيه؟ اسمه وقار وقار واو قاف ألف ره وقار 111. السمك ده غالي جدا طعمه حلو جدا وعشان كده لما النهاردة هنعمله عايزين نحس بطعمه كويس قوي مش هنحط عليه توابل كتير ولا بهارات كتير عايزين نشوف هنعمله ازاي بس هنديله صوص يمشي معاه ان شاء الله وكويس. وهنقدمه النهاردة مع الرز الأحمر رز عادي جدا خدت بصلاية اهو بس عشان بسرعة كده خدت بصلاية ماشي مع معلقة زيت اهي بصلاية مع معلقة زيت ماشي مع بصلاية مع معلقة زيت وبعدين تلاقي بعد كده معلقة صلصة طماطم وقلبت الكلام ده كله مع بعضه ماشي وبعدين حطيته على نار عالية وبعدين بعد كده يستوي معايا ده رز عادي بعد كده هفرم له شوية بقدونس صغيرين ألفه معاه أو أقلبه معاه بعد ما يستوي. الموضوع سهل جدا. أول حاجة عندي في الوقار 111 إزاي هنوريكم يا حاج توفيق إزاي نخليه. الله يخليك. السلام عليكم يا حاج توفيق ازيك عامل ايه؟ الله يخليك ازيك يا شيف محمد الله يكرمك يا حاج توفيق ايه اخبارك؟ والله بخير الحمد لله والله وحشني في الاول اسمع صوتك يا شيف ربنا يكرمك يا حاج توفيق جزاك الله كل والله خير والله يا شيف هو معلش تمن وكام لان في العادي شبه ما فيش يعني الوقار؟ لا الخل البلسمي خل العنب خل العنب استخدم خل تفاح ان شاء الله تمام تمام ولو حد نازل القاهره اي سوبر ماركت كبير يجيب لك معاه ان شاء الله يعني الازازه بتقعد كام يا شيف؟ الازازه بتقعد كتير سعرها بتروح من 30 لغايه 35 40 جنيه الاصناف الكويسه الانواع الكويسه تمام تمام انا مشكر يا شيف وانا سعيد بس مع صوتك الله يعني. يكرمك حاج توفيق بشكرك جدا 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 وتحياتنا لا نعرفش لما اجي اخلي السمك عندي اول حاجه بص يا جماعه بص ادي السكينه ماشيه فين نسينا السكينه معانا كده بسم الله الرحمن الرحيم طبعا السمكه دي معلش انا اجيبها من اسكندريه بس جمدتها لان الطريق مش الطريق كان من ده فما كانش ينفع ابدا ما كانش معايا ايس بوكس يعني احط فيها فجمدتها فما هتسامحوني شويه مش ناخد هنا بسم الله الرحمن الرحيم بص يا جماعه ادي الشوك بتاع العظم اللي هو في الظهر اهو حاجه عند الشوك كده اهو واخد السمكه كده بسم الله الرحمن الرحيم وامشي مع السمكه كده اهو اهو امشي مع السلسله اهو كده اهو بص يا جماعه مش ازاي اهو اهو بمشي مع السلسله اجي كده اجي لكم كده انا عارف اهو بص يا جماعه اهو بمشي مع سلسله العظم اهي معايا اهي كان بشف لحمه بالظبط اهو اجي على دي كده واقطع من هنا كده اخدها كده بالشكل كده امشي معاها اهو كان زي ما كريم كده بيقول كده السويفي كأني بشف لحمه بالظبط بمشي معاها كده اهو اهو واجي هنا برضو عند ال 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 الشوك بتاع البطن برضو بمشي عليه كده ما باخدش الشوك خالص معاها اهو بالشكل كده اهو كده ادي كده السمكه عندي خليتها تماما اهي بالشكل كده هاخد عندي طرنش السمك ده بالشكل كده واتبله هتبله ازاي هنقول لكم ازاي ادي السمكه اهي خلاص عندي مفيش اي شوك خالص على الاطلاق فيها
زي ما انتم شايفينها كده. هم كده خلي بال حضراتكم، طب والعظم والحاجات دي كلها بناخده بعد كده نغسله ونعمل بيه احلى شوربه ممكن تخلوها في حياتكم، احلى شوربه ممكن تخلوها في حياتكم. هناخد السمكه دي كده خلاص كده، هننزلها في اكلات ثانيه، وناخد الراس دي بعد كده نكسرها ونعمل منها شوربه. وفي ناس ممكن تاخد الراس دي مع قطعه من الديل، مع قطعه من الراس، وحتى كانت بتعمل منها صياديه، احلى صياديه في الدنيا. ناخد السمك ده كده بعدين. بص يا جماعه السمك ده اصلا اللي هو اسمه ايه القشر بتاعه ده، كنت ممكن اعملها في الاول، ممكن اعملها دلوقتي عادي يعني. بخلي السكينه كده واعملها كده كده بلال. بلال من رفح، السلام عليكم. يا بلال السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ محمد. اهلا بلال، ازي حضرتك؟ اتفضل اتفضل يا فندم، معاك. الو. ايوه يا فندم اتفضل. ازيك يا محمد؟ ازيك يا فندم، عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضل معاك استاذ بلال. استاذ بلال بنشكرك جدا. ادي السمكه اهي خلاص نظفناها تماما من القشر بتاعها، ماشي اهو بقت عندي تمام اهي. هعمل ايه بقى فيها؟ بص يا جماعه الموضوع سهل جدا، بسيط قوي، ما فيهوش اي حاجه خالص. هقوم واخد طبق كده، انا عايز احس بطعم السمك ده، نظرا ان السمك ده عندي من الحاجات الممتازه جدا ومن الحاجات الحلوه قوي، انا عايز احس بطعمه. عشان احس بطعمه ماشي، هقوم عامل ايه؟ اجيب بس انضف هنا المكان ده كده، وبعدين هنشوف برده هنعمل ايه. بص كده يا جماعه هنعمل ايه؟ بص يا جماعه بالراحه جدا كده، هنعمل ايه؟ انا عايز احس بطعمه، هدي له شويه بابريكا صغيرين عليه كده، وهدي له بعد كده ملح. مروان السلام عليكم. عليكم السلام. مروان اهلا بيكي. الو. اهلا مروان اتفضلي. ازي حضرتك؟ والله بخير الحمد لله. اتفضلي مروان معاكي. مروان ازي صحتك؟ والله بخير الحمد لله، اتفضلي. لو سمحت على طريقه البيتزا. البيتزا حاضر مروان، عينينا. وادي التوم كده، عينينا حاضر. وندعك دي كده انا مش عايز احط لاي حاجه خالص، لا ليمون، انا عايز طعمه، طعمه جميل جدا على فكره يعني. هقوم جايب شويه زيت في الطاسه عندي سخنه كده شويه زيت. وهنا استخدمنا معانا زي ما انتم عارفين زيت ريزي. ليه زيت ريزي؟ اللي فوائده العظيمه جدا، عارفين انه فيه اللي هو فيه اوميجا 3 واوميجا 6 وفيتامين اي، فيتامين اي، وكمان بتحمل درجات الحراره عاليه جدا، عشان كده بنستخدمه في كل انواع الطهي عندنا وفي الحلويات كمان وكل حاجه. زيت سخن عندي جدا، هحطه كده عشان يقرمش، هحط عليه ملح هنا عشان يطلع مقرمش معايا ادي ملح من حادي، بس ملح بس كده من حادي واحطه على طول بسرعه كده، بسرعه 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 الجلد بتاعي ده ما بشيلوش ليه؟ هو ده الجلد اللي هيديني القرمشه معايا. يبقى انا تبلت عندي السمك زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده بسرعه، ما اديتلوش ليمون، ما اديتلوش اي حاجه خالص، شويه ملح، وعندي فلفل احمر ارناوطي او بابريكا، وبعد كده ادينا له عندنا الـ شويه زيت صغيرين في الطاسه، وبعدين سن الثوم صغيره جدا جدا جدا، وهنشوف هنعمل فيه ايه بعد كده. روان السلام عليكم. يا روان. السلام. ازيك يا روان، عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضلي يا روان معاكي. شيف، كنت المشمش لما اخزنه في الفريزر واحط عليه الليمون ما ياثرش في طعمه؟ مش هياثر في طعمه، مش هيسمر ان شاء الله، وكويس معاكي. طيب ممكن اخزنه عصير؟ تحطي له عصير ايه؟ اعمله عصير واخزنه. عصير ايه بقى؟ تعمليه عصير هيسمر معاكي. لو خزنتيه عصير هيسمر معاكي، لازم تطبخيه. لو عايز تعملي عصير لازم تطبخيه، لو طبختيه مش هسمر معاكي، لكن لو سبتيه كده هتلاقيه اسمر معاكي. خديه طلعي هتلاقيه اسمر. ام يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا ام يوسف، ازي حضرتك؟ اتفضلي. الله يكرمك. لو سمحت يا شيف عايز اعرف طريقه المشمشيه اللي هي الناشفه، المشمش الناشف بتاع رمضان. ايه يا فندم؟ المشمشيه. المشمشيه؟ المشمش بتاعت رمضان. اللي هي ايه المشمشيه؟ اللي هي المشمش اللي هو المشمش المجفف؟ نعم. اللي هو المجفف؟ ايوه بالظبط. حاضر، عينينا عينينا، حاضر عينينا. ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي باذن الله المشمش موجود والخوخ موجود، نبدا نعمل شويه حاجات عندنا ان شاء الله، ما فيش مشكله خالص. زي ما انتم شايفين كده انا عندي، بصوا ده هنقلب كده، بصوا يا جماعه بصوا اللون عامل ازاي، هتطلع مقرمشه جدا اهي اللون اهو. هصبر عليها كمان شويه، مش مستعجل عليها خالص اهي، مش مستعجل عليها خالص، اخليها تاني لسه معايا الوقت، ما فيش مشكله خالص. وانا شغال كده بسرعه هخش معايا في الصوص بتاعي. الصوص بتاعي عباره عن ايه؟ عباره اسمه صوص كولي كامبز. عباره عن ايه؟ بجيب هنا عندي، احط دي كده، واجيب عندي طاسه على النار، ونطلع بلانشه جديده لسه جايبينها اهو،
علشان نشتغل معاكم، وبعدين نجيب معانا ايه؟ عباره عن طماطم وبصل وفلفل وتوم، وعباره عن زيتون اسود وصلصه طماطم وملح وفلفل، ونشوف مع بعض. طاسه على النار بناخد معاها ادي مقاديرنا، عباره عن عندنا ترانش وار كريسبي، شريح السمك وار بالجلد، ملح زائد نص معلقه بابريكا بنحطها، وبعدين بنحط شويه زيت ونحطها على النار تتعمل. صوص كولي كامبز عباره عن ايه؟ ملعقه زيت، وبصله صغيره، حبه طماطم، حبه فلفل، ثلاثه معلقه زيتون اسود مخلي، بعدين معلقه صلصه طماطم، ومعلقه ثوم مفروم، وملح وفلفل، وهنشوف هنعمل ايه. ناخد مع بعض كده. استاذ امام سلام عليكم. استاذ ايمان سلام عليكم. استاذ ايمان استاذ ايمان الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك، اتفضلي. ايوه شيخ محمد، والله انا بشكر حضرتك جدا على حضرتك بتقدمونا، والله انا بشكرك جدا، وبشكر اهل اسكندريه على فكره بالمناسبه، يعني كنت في اسكندريه وانتوا اهل بصراحه كرم، وربنا يكرمكم يعني. ربنا يخليك. كنت عايز بس حضرتك تعمل لنا، كنت عايز بس حضرتك تعمل لنا مشروب بالعرق سوس، فحضرتك تعمله لي عملي يعني، عشان انا عايزه اشوف حضرتك بس كده بالظبط. ان شاء الله ان شاء الله بكره نعمل مشروب بالعرق سوس. ربنا يخليك، بسيطه جدا، ربنا يديك الصحه، شكرا جدا جدا. حاجه ثانيه؟ بشكرك جدا، بشكرك. ادي معلقه زيت ماشي اهو معانا كده بالشكل ده، هنعمل بس تبديل وتوقفيه هنا، نجيب ده هنا كده ونجيب ده هنا كده. يا ام محمد، ام محمد سلام عليكم. محمد، ام محمد سلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ محمد، ازي حضرتك؟ انا يا محمد ازيك، اتفضلي. الحمد لله. معلش اسال حضرتك كام سؤال كده. كام سؤال؟ بص حضرتك البسبوسه اه، وعاوز اعرف السيرب بتاعها بيبقى سخن ولا بارد؟ حاضر. ايه تاني؟ اقول لحضرتك بالنسبه للدوره اللي عملتها في العجه المكسيكيه. اه العجه المكسيكيه اه، الدوره بتاعتها دي بتبقى منقوعه ولا فريش ولا ايه؟ شايفه الدوره دي؟ نعم شايفه الدوره دي؟ اه هي دي مصر بتاعتنا، بتاع المصريه بتاعتنا، هتاخديها احطها من غير نقع ولا حاجه؟ هتاخديها وتسلقيها في ميه لمده بالظبط 4-5 دقايق ميه وملح، وتبردي عليها وتشتغليها مكان الدوره الصفراء. طيب شكرا. بالنسبه للعيش اللبناني حضرتك عملته على صاجه، الصاجه دي اجيبها منين ولا عامل عليها ازاي؟ بتتباع عند المحلات اللي هي بتاعه. انت منين اصلا؟ انا من الظاهر. ايه؟ من الظاهر. طب انت قريبه جدا من العتبه صح كده؟ اه. انزلي في العتبه هتلاقيها ان شاء الله. في العتبه؟ ان شاء الله. شكرا يا شيخ. تحت امرك يا فندم. هنا خدنا اهو، ادي البصل كده عندنا. يا عبدو سلام عليكم، ادي البصل اهو مع الزيت. عبدو السلام عليكم. السلام. اهلا يا عبدو، ازيك؟ الحمد لله، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازيك يا عبدو، اخبارك ايه؟ اخبار تمام الحمد لله. يا عبدو ازيك؟ هو حضرتك في طريقه جيلي نعمله في البيت؟ طريقه الجيلي نعمله في البيت؟ اه. عايز تعمل جيلي في البيت؟ اه. طيب حاضر، ان شاء الله يوم الثلاث الجاي هعمل مربى جيلي مشمش اللي هي بتستخدم في الحلواني، وهقول لكم ازاي الجيلي بيتعمل في نفس الوقت. انا يا حاضر، خلي بس كريم يسجلها عنده، كريم ربيع سجل عنده ان شاء الله المعلومه دي، عشان اقولها ان شاء الله يوم الثلاث هعمل مربى جيلي. هعمل ثلاث انواع مربى، مرمولاد والمربى العاديه ومربى الجيلي. ثلاث انواع مربى دول يا جماعه بيختلفوا في تكنيك بسيط جدا جدا جدا، كل حاجه ليهم استخدام. هعمله ان شاء الله يوم الثلاث الجاي باذن الله العظيم في انواع مختلفه من الفواكه الموجوده، وهنقول برضو ان شاء الله الجيلي ممكن نعمله في البيت ازاي. ادي البصل عندي يا دوب عندي تدبل شويه يا عمرو، بعد كده بديها الفلفل. يا عمرو، عمرو السلام عليكم. عمرو السلام عليكم، اشكرك جدا. بنشكرك يا عمرو. اه شويه مش عارف ليه، مع الرغم ان هو المفروض مش حامي يعني. ماشي، ناخد هنا الطماطم نقطعها كده برضو معانا بالشكل كده. خلي بال حضراتكم لما تيجي تقطعوا اي حاجه عندكم في البيت، اخر حاجه تقطعوا الطماطم. ليه؟ الطماطم بتتلم السكينه، الطماطم بتتلم عندنا السكينه. بنحط عندنا هنا خلاص البصل، وبعدين الفلفل، وبعدين الثوم معانا هنا اهو، نقلب الكلام ده مع بعضه كده، ونيجي هنا نقطع الطماطم كده بالشكل ده كده. والله هي جت طريه يعني، هي معبال جت معانا وصلت طريه. اه ما فيش مشكله خالص يعني، طماطم رخيصه اليومين دول، اللي عايز يخزن طماطم يخزن طماطم ما فيش مشكله. احنا ممكن برضو ممكن يوم الاثنين نوريكم ازاي
اللي يوم الاثنين ان شاء الله نخزن الطماطم عشان رمضان جاي ان شاء الله، واحنا اكتر شعب في الدنيا بياكل في رمضان كتير بصراحه، يعني مش احنا بس يعني، يعني العرب عموما يعني. تمام اهو نقلب كده زي ما انتم شايفين، ادي الملح ماشي، ادي شويه فلفل. ايمان سوزا ايمان السلام عليكم، بدي الصلصه. سوزا ايمان السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ يا اهلا بيك، اتفضلي. تسلم ايديك على كل حاجه. الله يكرمك، ربنا يكرمك، اشكرك. انا كنت عايزه اعرف بس حضرتك، جبنه الصويا ومنتجات الصويا انا ممكن يعني احصل عليها منين؟ زيت الصويا؟ ايوه. لو زيت الصويا اللي هو الجبنه بتاعت الصويا، جبنه الصويا؟ ايوه موجوده في السوبر ماركت، اسمها التوفو، جبنه التوفو موجوده، بس احنا بنعملها، عملناها هنا وسهله جدا يعني، ده مش بيكلفك حاجه يعني. عارفاها ولا لا؟ لا هي يعني انا كنت شفتها مره زمان الحقيقه، بس هي بتهيألي بتاخد مراحل كده يعني. ولا مراحل ولا حاجه، سهله جدا. تحب اقول لك عليها ولا تحب تشتريها؟ طب اتفضل. طيب اتفضل حضرتك، اقفلي وانا هقول لك عليها. هو احنا بنجيب عندنا كوبايه الفول الصويا، كوبايه الفول الصويا الحب، بنغسله كويس جدا ونقعه لمده يوم، وبعد كده كوبايه الفول الصويا بتاخد معاها 3 كوبايات، بتاخد معاها 3 كوبايات ميه، بنضربهم في الخلاط كويس قوي، بعد ضربهم في الخلاط بنردهم على النار، اول ما يغلي معايا اصفيه، اول ما يغلي معايا يفور معايا بيفور اصفيه، بعد ما اصفيه كويس قوي باخد الطفل خلاص اركنه مش عايزه، اخد اللبن اللي طالع دوت احط عليه معلقه ملح، واحط عليه بالظبط كده بتاع حوالي 3 4 ليمونات او نص معلقه ملح ليمون، واسيبه معاه كده، واسيبه معاه، وبعد كده حليها اتجبنت، لما تتجبن احطها في شاشه لمده مثلا 4-5 ساعات ولا حاجه، بعد كده اخدها اضربها مع شويه زيت زيتون، مع زيتون اخضر، مع نعناع، مع ريحان، بس لازم اضربها مع زيت زيتون عشان تلعب معايا، سهله جدا جدا. هنا بنحط كده، ادي خلاص حطينا كل المكونات ديت، البصل مع الزيت، وبعدين الفلفل، وبعدين الثوم، وبعدين الطماطم، وبعدين ادي الزيتون الاخضر الاسود عندي، اقلب كله مع بعضه كده. الصوص ده من الحاجات الجميله جدا جدا، بتقدم مع الاسماك الجميله قوي ماشي اهو، ونسيبه شويه كده لغايه لما السمك مع بعضه، ونشوف هنعمل ايه. هنا السمكه زي ما انتم شايفين كده اهو، بدات عندي بصوا تقرمش من هنا، وبدات تستوي خلاص من هنا، خلاص اهي السمك عندي استوت تماما بنسبه 100%، مش محتاجه. السمك عندي يا جماعه بيقعد على النار مده لا تزيد يا ام حسن عن تلت ساعه، بعد تلت ساعه برضو بيشد. السلام عليكم. ام حسن السلام عليكم، اهلا بيكي. لو سمحت كل سنه وانت طيب يا شيف. وانت ايه بس تكون، ربنا يكرمك. لو سمحت والله يا شيف، انا اول امبارح شفت البقسومات والحاجات وكنت عايزه اسال حضرتك، البقسومات مقاديره وبيتعمل ازاي، والفطيره اللي حضرتك حطيت فيها تونه وحاجات في الفرن، والفرن ده مجنني بتاعك، عايز اعرف جايبه منين. من عند بتاع الفران. ايوه. حاضر، انا يا حاضر، انا يا حاضر، حاضر، شكرا جدا. هنا بصوا يا جماعه، لو تلاحظوا هنا عيدان البقدونس انا ما رميتهاش، عيدان البقدونس دي في ناس معظم الناس بترميها، ارميها ليه؟ انا هنا هاخد العيدان مع الورق وهفرمه كده كده فرم ناعم، هقول لك حاضر انا عملت في البقسومات ايه، حاضر، وهقول لك العجينه اللي هي بتاعت الباف باستري اللي هي قليله السعرات عملنا فيها ايه. بصوا يا جماعه خلاص كده انا الدنيا خلصت عندي اهو، حط هنا شويه واشوف الرز عندي كده اخباره ايه. يا مدام هبه السلام عليكم. الرز لا لسه ليه؟ لسه مش هيطبل معايا، اسيبه على النار لغايه لما يطبل معايا، كده غلط، مش هقلبه. لما تلاقي الرز لسه فيه ميه اوعى تقلبيه، لو قلبتيه ممكن يحصل معاك، سيبيه لغايه لما تحس ان هو معاكي خلاص هيستوى او رفع لفوق ويطبل معاكي، ساعتها تغرفيه على طول بزي الفل. دي احنا عودناكم بحيث ان عندكم الرز ما يعجنش منكم خالص. يا مدام هبه السلام عليكم. مدام هبه بنشكرك جدا. يا ساره السلام عليكم. ساره السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ساره، ازيك؟ اتفضلي. الحمد لله كويسه. اتفضلي معاكي. كنت عايزه بس اسال على طريقه البسكوت. البسكويت؟ بسكوت النشادر؟ حاضر. عيني حاجه تانية؟ بنشكرك جدا. حاضر. هننضف ده كده، وبعدين واحنا بننضف الكلام ده كله ونروق نفسينا هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني نستكمل معانا شوربه بكلاويز مع الجمبري واخبار حلقتنا. فاصل. تم 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 تم
كده حلاوة الحاجة لما تكون مقرمشة من بره وطرية من جوه وجوسي. موضوع الطهي موضوع ما هوش فن ولا حاجة زي ما الناس بتقول، ولا هو نفس. هو النفس هو ان انت تحط مقادير صح، تعمل الحاجة بالطريقة الصح، هو ده النفس. لكن يعني ممكن راح تطبخ ني في ني ويطلع أكلها في منتهى الجمال، بس ما حطتش بصل قد كده وحطت ثوم قد كده. يعني مش يعني كل حاجة لها مقادير معينة ولها شكل معين. وعلى فكرة زي ما قلنا قبل كده ان البصلاية نفسها بتغير من طعم الأكل، لو بيضة لها طعم، لو صفرة لها طعم، لو حمرة لها طعم تاني في الأكل، البصلاية لوحدها فبتغير من طعم الأكل. هنا هنخش بسرعة كده على البكلاويز. البكلاويز سهل جدا جدا. البكلاويز يا حاجة سلوى، احنا نقول مقاديرنا تنزل على الشاشة دلوقتي، سجلوها. مدام سلوى السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك كنت يعني عايزة أعرف طريقة الشاورما اللي هي اللحمة والفراخ. عينيا حاضر، حاجة تانية؟ تسلم عينيك يا رب يخليك. وطريقة الكيكة الإسفنجية بعد إذنك. عينيا حاضر، كيكة الإسفنجية والشاورما. عينيا حاضر. إديني الطريقة لأني أنا بقالي ربع ساعة على التليفون. عينيا حاضر، حاضر، اقفلي حاضر وأقول لك عليها. مقاديرنا نزلت عبارة عن، إحنا بنقول تاني، البكلاويز عبارة عن نص كيلو بكلاويز، ده هنشوف دلوقتي عامل ازاي. وعندي كوب كريمه لباني ونص كوب جمبري لحم، معلقه دقيق، معلقه زبده، معلقه ثوم مفروم، كوبايه ذره ابيض، معلقه شبت مفروم، بصله مفرومه صغيره، نص فنجان كرات مفروم، ملح، فلفل. هنا هاخد، هنا بصوا يا جماعه هعمل ايه. هنا هاخد الزبده عندي هنا والبكلاويز قدام حضراتكم اهوت، تمام. وكل ما يفتح كده نعرف ان هو ايه رمى، لو رمل فيه ولا حاجه بيبقى كويس او كده عشان ما يكونش في رمل، ماشي. لكن هو بيخاف على فكره، على فكره سبحان الله، هو كان قافل كله دلوقتي وبعدين لما حس بالامان فتح، لما تمسكيه تخبط عليه تلاقيه قفل تاني سبحان الله، وبعدين ممكن يقفل عليكي، مشكله جدا. خلي بالك حضرتك. هنا ناخد هنا كده ادي، بعدين البصله سبحان الله، والله في خلقي شؤون. يعني يا هدير السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا هدير، ازيك؟ لو سمعت حضرتك انا عايز اعرف مربى الباذنجان. مربى ايه؟ مربى الباذنجان اللي حضرتك كنت عاملها قبل كده. الباذنجان حاضر، اقول لك عليها حالا. حاضر. هنا ادي البصلايه مع الزبده هنا كده، نقلب مع بعض الاثنين كده، وبعدين ننزل هنا بالثوم اهو، ماشي. وهنزل هنا بسرعه كده بمعلقه الدقيق، ادي معلقه الدقيق اهي، انزل بيها كده واقلب الكلام ده كله مع بعضه، ماشي. هقلب الكلام ده كله مع بعضه كده زي ما انتم شايفين اهو، ادي الثوم مع معلقه الزبده مع البصل مع معلقه الدقيق، اقلب كده. انا مش عايز اصفر ولا احمر ولا حاجه، انا عايز بس عندي البصل يدبل، الثوم بس يشم النار عندي، معلقه الدقيق تستوي هنا عندي، وبعدين بسرعه كده اقوم نازل عندي ايه، بصوا يا جماعه، اقوم نازل عندي بالكريمه نازل عندي بالكريمه، بس هم دول. بقيه الحاجات الثانيه انا احطها هنا، انا عندي ميه بتغلي اهي، ميه بتغلي، هبدا احط فيها البكلاويز اللي انا حطيته في ميه علشان ينزل ايه، ينزل اذا كان في رمله ولا حاجه ويفتح معايا اهو، ماشي. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم نفتحه ننزل. وبعدين خلي بال حضراتكم الاصداف بتاعته دي انا مش هرميها، انا هستخدمها بعد كده في اكلات بعد كده وهتبقى حلوه جدا اهو، عندي اهو في ميه اهو، ما انا بقول مش هرميها بعد كده هشتغل بيها شغل تاني. يعني هنجيب مره واحده بس البكلاويز وبعد كده هناكله، وبعد كده الاصداف بتاعته ان شاء الله نستخدمها في حاجات تانيه. زي ما انتم شايفين كده اهو، عندي اهو معايا ميه وفيها شويه ملح صغيرين وشويه خل، ملح وشويه خل اهو كده اهو. وبعدين يا استاذ عيد اقوم جاي. استاذ عيد السلام عليكم. عليكم السلام. زيك محمد؟ زيك محمد، اهلا بيك. ادي الجمبري. اتفضل يا فندم معاك. بشكرك على انصاتك الثانيه يا شيخ محمد، ربنا يكرمك. انا بشكرك والله، بس عايز منك طلب لو سمحت شويه. اتفضل. لو سمحت يا شيخ اكتب لي بس المقادير بتاعت شوربة البكلاويز دي تاني على الشاشه عشان انقلها لو سمحت. يعني مقادير يا فندم؟ مقادير شوربة البكلاويز عايز ترجعها على الشاشه لو سمحت. حاضر، هننزل بيها تاني حضرتك وصورها. حاضر علينا، ننزل بقى تاني الصوره ان شاء الله، مفيش مشكله خالص. حاضر علينا. زي ما انتم شايفين كده اهو، ادي عندي اهو، ادي البكلاويز اهو، مقاديرنا نزلت قدام ده. لا ده الوقار، هننزل البكلاويز دلوقتي حالا، نستاذنكم، ماشي اهو، تمام خلاص كده
وادي بقلاويز على الشاشه اهوت عباره عن نص كيلو بقلاويز ماشي. بنديله كوبايه كريمه لباني، نص كوبايه جمبري، هو بس طريقه العمل بس هي ايه، خدوا بالكم منها. معلقه دقيق، معلقه زبده، معلقه ثوم مفروم، كوبايه ذره ابيض، معلقه شبت مفروم، بصله صغيره، وبعدين بعد كده بنديله عندنا كرات، عندنا نص كوبايه كرات. انا عندي كرات حرميه هنا بعد ما قطعته وغسلته كرات بلدي عادي، وادي الشبت اهو احطه هنا عندي برده، واقلب كده الكلام ده مع بعضه هنا، احطه على النار اهو، وحطينا الجمبري معاهم هنا كده. بعد كده بجيب الذره اللي عندي دي اللي انا فصصتها كده بالشكل ده كده اهو، اجيب الذره كده الابيض اعمله كده اهو بالشكل كده اهو كده، انزل بيه كده، باخد عندي بعد كده اهو زي ما انتم شايفينه كده، احطه في الميه السخنه دي كمان هنا عندي اهو مع البقلاويز هنا. وبعدين بعد كده هنصفي الكلام ده كله. هو عندي البقلاويز خد قد ايه كده؟ خد على النار بتاعها حوالي 3 4 دقايق، كفايه عليه قوي كده. هناخد بعد كده عندنا وبعدين نصفيه كويس قوي اهو، تغلي بس تغلي بس معاها غلوه كده واحده ماشي، ما بقى يغلي كده بسرعه. هنبص عليه على الرز بتاعنا، ادي الرز بتاعنا خلاص كده، احنا بنقلب الرز مره واحده، بنقلب الرز مره واحده، نقلب الرز بتاعنا اهو خلاص استوى الرز بتاعنا. نيجي كده نقلب كده الرز ونحط عليه شويه البقدونس عندنا مفرومين اهو للطعم والشكل، ونشيل على طول اهو، ادي البقدونس مفروم اهو، ونغرف طبق الرز بتاعنا اللي هو مع السمك، مع بال عندنا البقلاويز عندنا يغلي معانا اهو، نغرف كده نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب عندنا طبق اهو، ناخد الطبق ده كده ونجيب فورمة عندنا اهو. استاذة دلال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم معاك. ايوه لو تكرمت والله، بس البطاطس الصوابع اللي بتتخزن اخزنها ازاي؟ هتجيب البطاطس بس تكون بتاعه التحمير عند حضرتك. أيوة. عندك حل من الاثنين، تقطعيها عندك حل من الاثنين، يا اما تسقيها في ميه وملح مع شويه خل لمده لا تزيد عن 3 4 دقائق، وبعدين ترش عليها زيت بعد ما تطلع، وتحط فرديها في صينيه في الفريزر وتدخلها الفريزر، يا اما حضرتك تعمليها بلانشيف زيت لمده 3 4 دقائق برده، وبعدين بعد كده تصفيها كويس جدا وتحطيها عندك لغايه لما تفرز، وتجمعها في اكياس وبالهنا والشفاء كده تستخدميها طوال السنه. ادي اهو عندك الرز اهو، ادي الرز عندي اهو خلاص كده. نجيب عندنا ادي السمك بالشكل ده، ادي طرنش السمك اهو خدناه اهو بالشكل ده. نجيب الصوص عندنا اللي هو الكوليكامبرز عندنا اهو، ما بيبقاش اصلا يعني، هو بيبقى عامل كده، بيبقى ماسك كده ما بيبقاش فيه ميه خالص كده، بنحط فوق الوش هنا اهو هنا شويه، وبعدين بنجيب شويه فوق الرز هنا كده بالشكل ده كده. عايز احافظ على شكل السمكه عندي ما بحطوش كله، وبجيب عندي بعد كده والمقادير على الشاشه كريم منزلها كمان من الجنب كده، بجيب عندي عود بقدونس صغير كده احطه من الجنب اهو، مفيش ما يمنع ابدا ان انا اجيب كمان ليمونه عندي صغيره كده ومقطعه طرنشات سمك، لما احب نقرنشه بنقرنشه بالليمون كده، الليمون طري. انا ما اعرفش الليمون غالي ليه، حد يقول لي كده ليه السنه دي الليمون غالي قوي يعني؟ ليه ها؟ حد يقول لي الليمون غالي ليه السنه دي؟ مش عارف، مش عارف، انا نفسي اعرف السبب يعني. لا لا السنه دي ب 16 جنيه ليه يعني؟ اه ليه؟ عشان ايه يعني؟ عشان ايه يعني؟ هو طبعا الليمون بتاعنا اللي هو البنزهير ده من افضل انواع الليمون على مستوى العالم يعني، واخد بال حضرتكم؟ هنا هنصفي بسرعه كده، عندنا اهو ادي البقلاويز صفيه كويس جدا اهو اهو، ناخد الخلاصه دي كلها كده ونحط هنا ادي دي كده عليها اهو كده بالشكل ده، وهنا نديها شويه ميه كمان تغلي معاها، وهنغرف طبقنا كده في منتهى الجمال، شوربه في منتهى الجمال بالهنا والشفا، بس مجرد تغلي معايا هظبط الملح بتاعها واغرفها على طول، يبقى دي عندي شوربه البقلاويز بالجمبري عندي، وخدت مجموعه خضروات انتم شايفينها ديت اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن الكرات البلدي بتاعنا، وعندنا الشبت خدت معه، وخدت توم وخدت بقدونس ومن الحاجات الجميله قوي ان شاء الله اللي تعجبكم لما تجربوها ان شاء الله. ماشي؟ نطلع فاصل؟
صغير قد كده. وادي شوربة البقلاويز مع الجمبري من الحاجات الجميلة جدا جدا. وادي البقلاويز فتح اهو زي ما انتم شايفينه اهو. انا عايز اوريك شكله بس بقى، انا هعرفك الاول الشوربة ونشوف هنا كده عندنا ادي اهو البقلاويز فتح اهو، بسم الله ما شاء الله زي الفل كله اهو. قلنا مش هنرمي صقر الزفت دي خالص. لو انا بقى عايز يعني اوفر على الناس قوي المعزومين عندي، بعد ما بسلوه كده الفتح اخد قلبه بمعلقة وابدا احط في الشوربه وازين بالاصداف من بره، وازين من الاصداف من بره. لكن في مزاج الناس تحب تاخد الكلام ده كده وتطلعه جنبها في طبق وبمعلقه كده وتاكله، ويبقى طعمه حلو قوي وبيديني كمان حاجه جميله جدا جدا، مذاق جميل. تشفط زي ما كانين كده، بشفط كده في الكنترول تعمل كده يعني. ماشي ايوه كريم، كريم بيعمل موسيقى تصويريه على فكره يعني. عمر السلام عليكم. ام عمر السلام عليكم. يا ام عمر السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا ام عمر، اتفضلي يا فندم. لو سمحت عايز اعرف طريقه الكريم اللباني. ايه يا فندم؟ طريقه الكريم اللباني، وعايز اعرف كربونات الصودا تبقى ايه. حاضر يا فندم، عينينا حاضر. الكريم جمهوري من رفح، انا بشكرهم جدا. وعلى فكره والله انا يعني عايز اقول لكم اهل اسكندريه بصراحه يعني الواحد شاف ترحاب، ما يعني ربنا يكرمهم يعني. اشكركم جدا. هنا هناخد كده واهل رفح هنا بنمسك هنا تاني ونقطع سلطه الجبسي. هي الاختلاف فيها في حاجه واحده بس، التقطيع. دي السلطه تقدم على الاسماك، هناخد ناخد دي كده زي ما انتم شايفين كده، ولو عندي تخين شويه بنقطعه على 3 أو 4. ادي خيارتين وطماطميتين اهو، ناخد دي كده خيارتين طماطميتين زي ما انتم شايفين كده، ناخدها كده. بصوا يا جماعه الموضوع سهل قوي اهو. كده بالشكل كده. اما تلات الكريمه اللباني فهي بنجيب اللبن نغليه، واحنا بنغليه بنقلبه كويس قوي، لازم نقلبه كويس قوي قوي واحنا بنغليه بحيث ما يعملش معايا قشره. وبعد كده بنبرد عليه في حمام ميه بارده وبرده نقلب فيه عشان ما يعملش معايا قشره. لو عمل قشره خلاص، بعد ما ببرد عليه خالص يبقى زي الميه البارده بتاعت الثلاجه. باخده بعد كده وبعدين بغطيه واحطه في الثلاجه ثاني يوم، بلاقي طبقه فوم بشيلها بالكبشه واخدها اشتغلها عادي ومفيش مشكله خالص. اما الاسئله اللي جات لي النهارده يا مدام زينب، هستاذنك يا كريم بي اخر تليفون ده علشان نقدر نجاوب على اسئله مدام زينب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مدام زينب، اتفضلي. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. والله احنا بنشكر حضرتك جدا على اللي بتعمله. ربنا يكرمك يا فندم. الله يخليك. بس احنا نفسنا بقى في حاجه ثانيه. اتفضلي. احنا نفسنا ان اتعلمنا ازاي نحضر المطبخ، يعني ازاي اعمل الاكل بسرعه زي ما حضرتك بتعمله بسرعه كده. سمي الله الاول. لا بسم الله. ماشي سمي الله. تمام كده والله. ورتبي بس افكارك قبل ما تخش المطبخ. يعني في فرق. بصي في ناس حاجه تانية، سؤال تاني حضرتك وانا اقول لك سؤال تاني. بنشكرك جدا. في ناس شطار قوي في المطبخ وبيطلعوا اكل في منتهى الجمال، وشيفات على فكره يعني، مش بقول لكم، مش بكلمكم على ستات بيوت، شيفات. ولكن علشان يعمل ثلاث حاجات مع بعض بيتوه تماما يعني. فلازم يعمل حاجه حاجه. اولا ارتب نفسي في المطبخ، يعني ارتب افكاري. اول ما اخش المطبخ اقول انا هعمل ايه؟ هعمل النهارده رز وسمك وشوربه. عندي كام عين على النار؟ عندي ثلاث عيون على النار عشان عندي البوتاجاز بتاعي صغير ما ياخدش غير ثلاث عيون بس. لو حطيت الاربعه او الخمسه مش هاخدهم، حله كبيره عندي. يبقى ارتب نفسي ايه اللي هياخد عندي وقت في الاول؟ هياخد عندي وقت مثلا الرز، بياخد معايا تلت ساعه. بعمل الرز الاول خالص وعلى النار، ويكون السمك عندي متبله او مشفيه الاول خالص، واخد يعني ترتيب افكار في المطبخ مهم جدا جدا. ممكن تعملي حفله لعدد 20 25 فرد عندك في البيت في مده لا تزيد باي حال من الاحوال عن 6 7 ساعات بالكثير، او اجمالي بالتحضير بكل حاجه 6 7 ساعات.
خلي بال حضرتك ان انا بقوله ده كلام صح، يعني ترتيب الافكار ازاي تخش المطبخ، ترتبي فكرك في المطبخ ازاي. يبقى حطينا هنا كل حاجه متقطعه، جوليان، الشيبس، الجبسي، ماشي. بناخد هنا ادي البصل والخيار والطماطم والفلفل كله عندنا كده زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده، بنقلبهم مع بعضه نوع تقطيعه معينه، بتنزل السمكه دي، بتنزل السلطه دي مع السمك بتبقى حلوه جدا، ليها شكل معين غير السلطه البلدي بتاعتنا، ماشي. زي ما انتم شايفين كده. بعدين مع كده بنديها ادي الليمون وادي الخل، ماشي. انا بحبش ده عصير ليمونتين، ماشي. هنا بصراحه انا ما بحبش احط هنا ملح مع السلطه كتير، لان انا بحب السلطه دايما تتاكل من غير ملح، واللي عايز ياخد ملح يحط جنبه ملاحه. لكن السلطه عموما فيها كل العناصر الغذائيه، فيها البوتاسيوم، فيها الصوديوم، فيها حاجات كتيره جدا جدا في مجموعه الخضروات دي، فمش هنكترها بايه، مش هنكترها بايه، بالملح بتاعنا. انا حاجه هنا هو المفروض السلطه دي ما بتاخدش معايا كابوتشا، بس انا هرفع بالكابوتشا، هرفع بالكابوتشا هنا معايا، ارفع بالكابوتشا كده اهو، ارفع طبق السلطه بالكابوتشا، واقوم جايب الطبق ده مقلبه كله مع بعضه كده، وكده طبق السلطه معايا، واجاوب على الاسئله بسرعه كده اللي عندي ان شاء الله الحق اجاوب عليها اهو، واقدم الطبق ده كده بالهنا والشفا. طبق سلطه جميل قوي قوي، سهل قوي، بسيط جدا، نقدمه ان شاء الله جنب الاسماك اللي عندنا والحاجات اللي عندنا. بنقول لكم كده هذا الطبق سلطه اهو، نمسح ده كده. طيب البيتزا الكيلو دي عندي، الكيلو دي بياخد عندي نص كيلو ميه او 500 مل ميه، بياخد معايا بالظبط في حدود معلقتين سكر، بياخد معايا في حدود معلقتين سكر، ماشي، معلقتين سكر، بياخد معايا كمان معلقتين خميره، معلقه ملح، معلقتين خميره، معلقه ملح، ماشي. وبعدين بعد كده بياخد معايا ثلاث معالق زيت ورشه زعتر صغيره. بنقلب كل الكلام ده مع بعضه كويس قوي، نقلب كل الكلام ده مع بعضه كويس قوي او نعجنه يعني. بعد كده نسيبها ترتاح لمده 10 دقائق وربع ساعه، نكورها ونسيبها نغطيها، بعد كده نفردها نحطها في الصينيه، لما ترتاح نخرمها، بعد كده نديها بعد كده الصلصه بتاعتنا، وبعدين بعد كده نديها الحشو بتاعنا والجبنه الموزاريلا، ندخلها فرن عالي عالي جدا لمده 12 دقيقه، 10 دقائق، 10 دقائق يطلع معايا زي الفل. المشروب اللي هنعمله ان شاء الله البسبوسه، عندي بتقول عندي البسبوسه الاثنين كوبايه سميد، بياخدوا معايا 1 كوبايه سكر، بياخدوا معايا معلقه سيرب تقيل، بياخدوا معايا 150 ملي سمنه سايحه، وبعد كده بتاخد معايا نص كوبايه ميه او لبن، مش هتفرق والله، انا بعملها بميه زي الفل. السيرب بتاع البسبوسه اهم حاجه عندي، بص في البسبوسه من الاول بحط السمنه على السميد واقلبهم مع بعض كويس قوي، واحط السكر، وبعدين احط السيرب والميه، اول ما احط الميه اقلب بترتيب صوابعي، بعد كده اجيب صينيه فيها سمنه سايحه، صينيه فيها سمنه سايحه، وبعدين احط فيها العجينه ديت، وبعدين ابسها بايديا واخبط عليها كده خبطتين عشان ما يكونش فيها فراغات، بعد كده سمنه فوق الوش وادخلها الفرن عندي على 180 درجه مئويه، بتاخد معايا في حدود 35 دقيقه. السيرب بقى للكميه دي كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه، وبتسقي والبسبوسه سخنه، والسيرب بيكون يا اما دافي يا اما بارد، بس يستحسن يكون دافي شويه، ما يكونش متلج يعني، ما يكونش طالع من الثلاجه، ولو جوه عندي شتاء يفضل ان هو يسخن سنه بسيطه جدا يعني. السؤال اللي بعد كده، عجينه الرقائق الهشه اللي انا عملتها بتقول عندي 2 كوبايه دقيق اللي انا خدتها في الفطيره، 2 كوبايه دقيق ونص كوبايه زبده وبيضه ونص معلقه سكر ونص معلقه صغيره ملح، وبعدين نص كوبايه ميه. بعجن الاول خالص كل حاجه ما عدا الزبده، بعجن كل حاجه ما عدا الزبده، اسيب عجينه تريح، اعملها بلوك، بعد كده بجيب الزبده عندي اللي هي نص كوبايه زبده، بديها معلقه دقيق، وبعدين اعجنها وافردها عندي في كيس واحطها جوه البلوك واطبقها، وبعدين بعد كده افردها 4 فردات بين كل فرده والثانيه ساعه في الثلاجه تطلع معايا زي الفل. هجاوب على سؤال اخير يا كريم، معلش تسمح لي. الشاورما او مربى البتنجان، الشاورما بالظبط كده، احنا هنجيب اللحمه نقطعها عكس اتجاه الانسجه، بعدين مع اتجاه الانسجه رفيعه صغيره او عند الجزار نقطعها شرايح، ناخدها عندنا في طاسه سخنه جدا شويه شويه، بعد كده بعد ما نجمع كل الكميه نحطها عندنا في طاسه ثانيه، نطفيها بنص فنجان خل، نديها معلقتين طحينه مفكوكين، معلقتين ميه، نقلب كويس جدا مع بعضه، نديها معلقه بهار لحمه، نديها معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، بعد كده بنديها بصلايه كبيره قوي قوي تستوي معاها، وبعدين طبق ميه كبيره قوي كمان تستوي معاها، واخيرا خالص بنديها
رش السماء ونديها عندنا البقدونس المفروم ونلعب بيها. اما مربى الباذنجان بنقشر باذنجان صغير قوي، الصغير قوي ده نقشره ونحطه في ميه بتغلي، ميه بتغلي لمده بالظبط 3 4 5 دقائق، بعد كده بنحطه في سيرب تقيل يغلي معاه كويس جدا، ونحط معاه عصير ليمون وسنه قرفه او اسمه ايه عود قرفه، ونديله كمان فصين قصدي مسمار 2 3 مسمار او اللي هو اسمه ايه قرنفل، قرنفل، ونحفظه معانا، بتبقى حلوه جدا جدا مربه الباذنجان. اشكركم جدا، يا رب نكون دايما عند حسن ظنكم. بكره ان شاء الله هتنتظرونا في نفس الميعاد قبل كده بساعه، اصناف جديده وافكار جديده، المطبخ الناس مع الشيف محمد فوزي، انتظرونا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شهية تعزمي ليها أكتر من مية، والمقادير